طبعا منطقه حي الجامعه والقادسيه وحي فراز العلوى، ما يسموه فراز العلوى، قريبة من منطقة سوى المسلخة هنا. طبعا مو مسلخة وإنما هي شغلة غير حضارية، بدأوا يسلخون فيها الذبائح وأهملوا المسلخة الأساسية الصحية اللي هي تقع بحدود 5 كيلومتر شمالا، وهي موجودة ويمكن إحيائها والعمل بشكل صحي لتوفير الخدمات للشعب. طبعا المسألة غير حضارية ومسألة مخجلة، ورائحة الجيف مع احترامنا للناس اللي يتحملون هاي انه ان يرفعوا صوتهم ضدها. طبعا احنا نرحب بقناة صلاح الدين باعتبارها قناة سباقة للحدث، وجودكم هنا يعني يشرفنا باعتبار انه تنقلون معاناة المواطن. احنا اكيد ده نواجه مشكلة كبيرة، هو تقديم الساتر الخاص بالوقفة. طبعا قدموا منطقة سكنية، وهي اكيد سبب لنا مشاكل، وخاصة في المناطق يعني في وقت الصيف. هذا الساتر تقدم على المنطقة السكنية، اللي صار عندنا انه هنا اغلبيتهم المجزرة يذبوها قريبة على الساتر، فهذا ايش راح يقول لنا؟ راح يقول لنا اولا امراض، وثاني خاصة يعني ريحة رواح كريهة عنده هبوب الرياح الغربيه، سبب لنا مشاكل. واحنا تعرف انه هناك مثلا كبار سن، عندنا اطفال، واحنا هسه الكهرباء مو زينه، اغلبيه تجدي يشغلها على المولد، والمولد يعني يشغل بها مباردات، هاي المباردات تسحب هاي الرياح، تسبب لنا مشكله كبيره. نطالب الحكومه المحليه انه ازاله هذا الساتر، واتمنى انه تتحول هاي العلوى الى مناطق يعني منطقه مفتوحه حتى مثل ما نقول تروح الريحه وتخلصنا من هالمشكله هاي. حاليا هسه الساتر قدموا علينا، احنا سابقا احنا اشتكينا من حوالي 20 بيت ما سووا لنا اي نتيجه، او يقيم مقام او محافظ، واجا وزاره وهنا وشافوا المنطقه كلها منطقه لا مو اصلا مو رهنه ولا اثرهم، لانه المنطقه العلوى ومن ناحيه العلوى والوقفه، احنا منطقه القادسيه وفراز العلوى والجامعه يعانون ما يعانون لحد هاي الساعه، وحاليا الذبح مستمر يوميا، الريحة من الصيلة المنطقة الصيلة الهواء الغربي، احنا ما نقدر ننام ومبردات وتباريد، واحنا نشرف صلاح الدين ونطالب بإزالة هاي مثل ما يقول المزرة، وإزالة الوقفة وإزالة العلوى، واكو مناطق مفتوحة يقدروا يبنوا لها